ولا تتركه
ما كان موجود بالمدينة أو في دمشق، ما موجود في الشام. يقول يقال بأنه ضحاك بن قيس مسك بالكفن وارتقى المنبر وأخذ يخطب الناس. كان معاوية سور العرب وجدهم، إلا أن الله قد اختاره ونحن مرجوه في أكفره بهي الصورة. وارتجل الموقف وصلى على معاوية ودفنوه إلى آخره. جاء يزيد بن معاوية بعد 3 أيام، فعزوه بأمر أبيه وهنه بأمر الخلافة. صعد المنبر، أيها الناس، يخاطب أهل الشام، أيها الناس، لقد رأيت قبل 3 ليال كأن بيني وبين أهل العراق نهرا يطرد بالدم يجري جريا خفيفا، فجعلت أجهد نفسي لكي أجتاز ما استطاع، ما أقدر، يجري جريا خفيفا دم، حتى جازه بين يدي عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد استطاع أن يجتاز هذا الدم أو هذا النار. عارف القوم المجزاء بأنه سوف تكون هناك حرب وقائدها عبيد الله بن زياد. فصاحوا بأجمعهم: معك سيوفنا التي عرفها أهل العراق في صفهم. بعد ذلك يزيد يوطد دولته وبعث بتلك الرسائل وكذا وجعل للقوار إلى آخره. وكانت المدينة لها موقع، مدينة لها موقع طبعا. ليش؟ قبر النبي صلى الله عليه وآله، أضف إلى ذلك ثاني المسجدين، يعني الذي يأتي بعد بيت الله الحرام مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وجود الصحابة، وجود القراء، ووجود شخصيات، طبعا لها مكانتها. وأهم ما في المدينة تلك الشخصيات الأربعة أبناء الخلفاء: الحسين بن علي بن أبي طالب، 2 عبد الله بن عمر الخليفة الثامن، عبد الرحمن بن أبي بكر الخليفة الأول، عبد الله بن الزبير. هذه الشخصيات الكبرى كيف يتجاوزها؟ ولهذا يحتاج إلى مبايعة هؤلاء. لهذا يقال بأنه بعث إلى الوالي على المدينة، الوليد، أن يأخذ البيعة من أهل المدينة عامة، ومن هؤلاء النفر الأربعة خاصة، كما يقول بعضهم، يعني كتعبير كناية يقول: فكتب كتابا كأنه أذن القعر، كناية عن صفة أذن الفار، يعني صفة، يقول: أرفقها مع الكتاب العام، وخذ البيعة لهؤلاء النفر الأربعة خاصة، ومن أبى تضرب قنق. هذا لما وصل الكتاب للوليد تحير في أمر هؤلاء، كيف يصنع مع الحسين بن علي؟ كيف يصنع مع عبد الرحمن بن أبي بكر؟ ابن الزبير، ابن عمر، دول شخصيات كبيرة، فقهاء المدينة، كبار المدينة، رموز المدينة. فإذا ابتدت أو طالت يده أحدهم ربما تثور عليه المدينة،
حيرة. فعند ذلك في منتصف الليل دعاهما، أرسل رسوله إلى هؤلاء الأربعة، راح بيت الحسين لم يجد، راح ابن الزبير لم يجد، راح إلى ابن عمر لم يجد، راح إلى عبد الرحمن بن أبي بكر لم يجد. يقال فعرج على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى إلى هناك فوجدهم مجتمعين حول القبر قاعدين. ها أقول حال أول قضايا كذا إلى آخره. جاء إليهم مسلم، سلم عليهم الرسول، ردوا عليه السلام، قال إن الأمير يدعوكم الليلة أو الساعة، قال أنتم الأربعة، أنتم ملعون عند الولي. استراب الزبير، قال لم يدعونا هذا الوقت، ماذا يريد؟ فقال والله أعلم، أو ما على الرسول؟ لا بلا، أنا أحمل رسالة من الولي إليكم، من الأمير إليكم، ليرى أمره فيكم، الله أعلم. استراب ابن الزبير الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال إن صدق ظني فإن طاغيتهم هلك. معاوية ما والآن؟ قال الآن نريد من البيعة، الآن نريد من البيعة، ماذا تقول أو ماذا تقولون؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال لا بد من معاينته والذهاب إلى البيعة. فخافوا عليه، إنا نخاف عليك من هذا الطاغية. قال إن معي من يمنعه مني، تخافوا. ابن الزبير قال إني ألزم داري، فلان قال إني ألزم المحراب وأغلق الباب ولا أكلم الوالي، فلان. وخوفوا الحسين من أمره، من أمر الوليد. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو إلى الدار كما يقول المؤرخون، وأيقظ أبناءه وأبناء إخوته وإخوته، أيقظهم فانتظروا سيوفهم بين يديه وأخبرهم بأمر الوليد. تقدم القوم محمد بن الحنفي، مسلم بن عقيل، أبو الفضل العباس، زين العابدين، علي الأكبر، أولاد جعفر، أولاد الحسن، فحقوا بالحسين كأنه القمر ومن حوله نجوم، وكل واحد يلتفت للآخر، قال لا يصاب الحسين بسوء ونحن على قيد الحياة، أبد لا يصاب الحسين بسوء ونحن على قيد الحياة. فأقبل الحسين دار الوليد، يقال لما أن دخل الدار وجد معه مروان، معه مروان، سلم الحسين رضي الله عليه السلام، استقر به المجلس. نعم لم هذه الدعوة؟ فعند ذلك الوليد فتح الكتاب، كتاب يزيد بن معاوية، فأطلعوا على الأمر، فيه نعي يزيد لأبي معاوية. استرجع الحسين وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. والآن قالوا نريد منك البيع، يعني الآن استدعاءك نريد منك أن تبايع يزيد. قال الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إن مثلي لا يبايع سرا ولا تقنعوا بيعتي سرا دون أن أجهر بها. أنت يوم غد إذا دعوتم الناس سوف أكون ممن من الناس، ويكون جوابي كما يريده أو كما حتى تجده من الناس. اقتنع الوليد بكلمات الحسين، حسين ما يعسر، اقتنع الوليد بكلام الحسين، فهم الحسين بالأبصر الإطلاع. مروان خاطب الوليد يقول احبس الرجل، لا يطلع، احبس الرجل فإن فاتك فلا تقدر عليه بمثلها، حتى تكثر القتل بينكم. هذا ابن علي بن أبي طالب، هذا ابن علي بن أبي طالب، إذا لم يبايع لا ما تستطيع. أي الكلمات وقعت في مسامع الحسين. التفت إليه قال أنت أم هو كذبت وأثمت. ثم اقتفت الحسين إلى الوليد قال اعلم يا هذا إنا أهل بيت النبوة،
الواحد بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر ومثلي لا يبايع مثله نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون وارتفعت الأصوات بين الحسين والوليد ومروان العباس وإخوته خلف الدار ما تنظرون هذا صوت الحسين قد اعتلى لما سمع عباس حس حسين كبا جرد صار بالعجل نسل الغضنفة يصيح لحد والدي خويا المشكا واحنا اليهود الغاب منهاب المنيه دخل الى الحسين ضمه الى صدره وخلصه علم الحسين بامر اولئك ضاقت الدنيا عليه لهذا التجا الى قبر النبي صلى الله عليه واله يسلم على النبي السلام عليك يا رسول الله انا فرخك وابن فرختك وصدتك الذي خلفتني في امتك فاشهد عليهم يا رسول الله فانهم خذلوني وضيعوني ضمني عندك يا يعز علي أن يودع قبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم يودع الزهراء يودع الحسن كان نبي لما نتا إلى قبر أم الزهراء انكب على القبر ينادي وأمه علت الموع ولصاق فوق القبر صدر يبكي وينادي في أمان الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله سهل مطالبنا اقضي حوائجنا طرد الشيطان عنا فرج عنا وعن جميع خارج المكروبين فك كل اسير رد كل غريب فرج عن كل مكروب امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع وجماعتي الحاضرين فردا فردا احفظهم في انفسهم اجيهم ذراريهم من يلوذ بهم والى موتاهم موت الجالسين ومن مات على الايمان نهني جميعا ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.